أه بعد افتتاح نوار الملح حكينا على هذا المهرجان كومام حضرت في افتتاح في كارتاج اي استنيناك في افتتاح مهرجان آه كارتاج الدولي لقيناك في افتتاح نوار الملح شقاولك في هذا؟ آه كاتب كاتب هكا اكتب معناها هكا ربي اكتب لي زهره مم. لجنه تشارك في افتتاح في دونك <applause> <فكرة حج. تصفيق> <applause> كنت المفروض <applause> مبرمجه في عرض المحفل الفاضل الجزيري ولكن تعذر عليك المشاركه كيما ما حكينا شويه في تفاصيل في الكواليس ما نحبوش نزيد ندخلوا فيها لهنا ولكن انا نحب نسالك على حاجات في علاقه بالعرض أه... تفرجت فيه ولا كوميم ما تفرجت لا لا تفرجت اكيد تفرجت خاطر حسيت روحي جزء منه معناها انا ذاك العرض كنت حتى كان كان ما, غنيت. ما غنيتش خاطر انا الناس اللي برفت معاهم و... و... وتقاسمنا حاجات واحلام ربما في وقت ما يهموني ما نجمش نكون مستحيل ما نجمش نكون انديفيرونت معناتها ما يهمنيش الموضوع يهمني انهم نجحوا ولا لا يهمني انه هذيك تعدت بالكدا الفقره هذيك انا انسان هذاك قلبي وهذاك نيتي فهمت وهو الحقيقه مش معناها انا اعتذرت مم. انا اعتذرت لاسباب معناها عده مم. معناها ما بي. ما مش باش بعد ما صار جدل من بعد على العرض آه. دونك بعد الجدل اللي اثاره العرض هذا قلت احسن كي ما شاركتش والا ندمت انك ما كنتش لا انا عادة. انا انسانه نتحمل مسؤوليتي ما عندها اي شيء اي عمل نشارك فيه ندافع عليه مهما كان مهما كان معناها انا اذا شاركت نجم نقول لك نجاوبك على مم. السؤال اما دامي ما شاركتش ما نجمش نجاوبك على السؤال. ما تجاوبني على السؤال نصيبها عليه نصيبها سايبني نجيو المهرجانات الصيفيه ظهر لي اول صائفه زهرها ما ماهيش موزعه ما شفتكش في المهرجانات على خاطر احنا اصدقاء على الفيسبوك انا تعودت كل صيف تغيب قليله آه الحضور ولكن في الصيف يبدا عندها جوله في المهرجانات ولقاء الجمهور وتمشي داخل الجمهوريه وتمشي تقابل الناس وتقدم انتاجها وتبدا كالعاده معناها مشرقه باعمالها على ركح اي مسرح تطلع له ما فماش ما فماش بالكل, بالكل. بالرغم عملت عرض جديد أي. عرض تيجار في مهرجان ميتار مهرجان المدينه مدينه تونس في مدينه ثقافة والعرض كنت فرحانه به برشا والحقيقه العرض هذاك عملته انا يوم 8 افريل وعملته كإهداء لشهداء تونس عملت فيه اول مره غنيت تكريم اسماعيل الحطاب الخمسه اللي لحقوا بالجره أي. معناها وفرحت بها الحقيقة التحدي تحديت روحي معناها باش نجمت نغنيها برقم مش ساهل ما سعرف ديما آه عملت فيها زي أغنية تجدد جدد ب... تصورت قلت ما دامني العرض هذايا سييه أنا عملته مش قريب للصيف معناها في رمضان اه؟ أكيد توا لكن والله ي... اللي نجم نعرف علاش يمكن خطأ اتصالي مم. إذا نجم نقوله اه؟ خارج عن نطاق خارج عن نطاق أنت قدمت اكيد المهرجانات الكل أكس... أه... بخلاف قرطاج ما بخلاف قرطاج حتى حمامات قدمت 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 صحيح هو وم... متاخر بعد تاخرت ايامات ايامات ما بتعرف احنا منظمين في تونس يعيش يا خويا صح انا 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 يغلب يغلبني. يغلبني الانسان القانونجي يغلبني <تصفيق> 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 معناها كانوا ينجموا الحقيقه باش مانيش <applause> نرمي في المعنى <applause> الحمامات كانوا ينجموا يبرمجوني خاطر انا عطيتهم شنو الظرف اللي انا كنت فيه مم. وانا كنت وحدي انا ما عنديش ناس قائمه مم. باعمالي ما عنديش مم. فريق كامل فريق وهم يعرفوا وهم الكل يعرفوا اللي انا حاملت مشروع وعندي مشروع عندي جديد ديما مم. كل ما نقدم لازم نقدم جديد انا دايوغ ما نقدم الحمامات ولا لاي مهرجان الا ما عندي جديد ما نجمش نعاود نفسي انا انسانه ما نجمش نتعاود